قبل ما نبدأ مع حضراتكم فقراتنا المعتادة، خلونا نروح ونصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونعرف منها آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات المختلفة. لكن صباح الخير يا هالة الأول. صباح الخير يا عبد الصمد، والأول ميرسي إنك قلت اسمي صح. صباح الفل. ده كان تحدي، ده موقف لازم أعدي عليه. هالة يعني بمناسبة المواقف يا هالة، وأنا عارف إن أنت كنت واثقة اللي أنا هقوله. صباح الخير يا هالة. صباح الفل يا منى. صباح الفل يا منى. صباح الخير على كل اللي بيشوفونا. صباح الفل عليك. الحمد لله حملاوي مش محلاوي. الحمد لله النهارده الموضوع عدى الحمد لله، أول كل مرة. يا رب اللهم آمين. الموقف بقى اللي حصل لك وخلاكي تعيدي ترتيب أولوياتك مرة ثانية. بصوا، يمكن طول حياتنا بنتعرض لمواقف بتخلينا نرجع نعيد ترتيب أولوياتنا من الأول وجديد. مهما كنت عامل أولويات وبلانز، بتلاقي فجأة حصل حاجة رجعتك كده، خليتك تقف وتعيد حساباتك. فأنا بالنسبة لي كذا حاجة، يعني أول حاجة مثلا أنا بعد ما اتخرجت على طول كنت عاملة حسابي إن أنا أولوياتي إن أنا أعمل دراسات عليا وأعمل ماجستير وأعمل دكتوراه وأكمل، ولكن لما اتجوزت وخلفت أولوياتي اختلفت، فبقت الأولوية للأولاد، والأولوية دي اتأجلت لغاية ما الأولاد دول كبروا، فبدأت أعمل اللي أنا عايزاه دلوقتي. اللي أنت بتقوليه ده، بما إني مقبل على الزواج فأنا هتأجل أولوياتك. خليني دلوقتي أعيد حساباتك. حساباتك. هقول لك الحقيقه، انا جاي لك من المستقبل وبقول لك حساباتك لازم تعمله اعمله دلوقتي، لانه اول ما الواحد اول واحد ما بيخلف خلاص اولوياته بتبقى اولاده، اولويات نفسه بتتحط كاولويه تانية واحيانا ثالثه. والحاجه طبعا الثانيه زي ما انت قلت، الفقد بيخلي الواحد برضو يعيد ترتيب حساباته. صحيح. فانا بعد وفاه مامتي بدات ان انا اعيد ترتيب اولوياتي واشوف هي كانت عايزاني اعمل ايه او نفسها اكون بعمل ايه دلوقتي وابتدي اعمله. يعني مثلا من ضمن الاولويات ان انا اسال على صحابها، دي حاجه ما كانتش موجوده في اولوياتي قبل كده ابدا، مستحيل. فتلاقي الواحد فجاه بيفكر بشكل مختلف وبيعيد ترتيب حساباته بشكل مختلف. يعني طب يعني بما ان احنا شايفين اليومين دول في تقلبات، الصبح بيبقى حر، بالليل بيبقى ساقعه جدا لدرجه احنا ده، فقولوا لنا اخبار المرور ايه؟ بنتكلم مع هيئه الارصاد في الموضوع ده كل يوم. احنا عندنا الاول الجوله المروريه وبعد كده الطقس. والجوله المروريه النهارده هنبدا من الموسكي. خلونا نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. والنهارده زي ما انا قلت هنبدا جولتنا من القاهره، تحديدا من شارع الموسكي. هنفضل ماشيين وناخد طريق شارع الجيش، هنلاحظ ان هناك في كثافات نسبيه لحد شارع بورسعيد. شويه بشويه الطريق هتبتدي تقل فيه الكثافات، وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقه الظاهر. هناك في بعض الكثافات المرورية المتقطعة اللي ممتدة لحد الشوارع المؤدية لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. هناخد بقى طريق كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي، نفس الموضوع اللي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر وفي محور النصر. أما بالنسبة لنفق الأزهر فهو بيشهد ظهور بعض التباطؤ البسيط في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا وكمان العكس. هنروح بقى الحلوان وهنبدأ جولتنا المرورية هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي، هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد. هناك هنلاقي كثافات نسبية مكملة لحد كورنيش واصلة لغاية تقريبا طريق القاهرة الوسطى، ولو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي الكثافات بدأت تقل تدريجيا، لكن هترجع تاني بمجرد وصولنا لطريق حلوان الكريمات. نستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، في هناك كثافات على طريق المحور للقادم من ميدان لبنان، أما المتجه لأكتوبر ففي كثافات مرورية نتيجة التحويلة اللي من محور 26 يوليو إلى المهندس شريف إسماعيل ثم العودة مرة أخرى إلى المحور. لو رحنا المحور صفت فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، وشارع الهرم بدأت تظهر فيه كمان بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات. كمان ناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، ولازم الاتجاه لنفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رؤود الفرج كبديل. أما القادم من طريق الواحات فيفضل أنه ياخد الطريق السياحي الجديد، لأنه هناك هتظهر كثافات مرورية كمان بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير. ظهرت كمان بعض الكثافات على كوبري الجامعة، كمان في كثافات بسيطة على كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين بسبب أعمال التوسعة.
نروح بقى لشوارع مدينة الإسماعيلية، هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم. في هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي ما بتأثرش خالص على حركة الطريق. أما المتجه إلى بورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. وفي محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، نمشي كمان وهنشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية هناك. في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافات نسبية، وفي كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.